نرجو من السادة المستمعين البرنامج نهج التريبينال على EFM واللي نفوسهم رهيفة أن البرنامج يمكن يتضمن وصف الوقائع صادمة بالنسبة لهم، ونزيد نوصيهم أثناء الاستماع البرنامج نهج التريبينال على EFM ما يكونوش مصحوبين بالأطفال متاعهم. نهج التريبينال على EFM. مرحبا بكم في نهج التريبينال. وقضية اليوم بدأت أحداثها في نهار أحد على الصباح، وبالتحديد في شهر فيفري 2008 في مدينة ليل شمال فرنسا على ضفاف قناة بحيرة لادول. كما قلنا لكم من نهار لحد وعلى الصباح بكري وتقريبا مع الثمانية، مواطن يحوس بكلبه على بحيرة لادول وشاف بقعة حمراء على القاعة. في ساعة ما فهم أنها آثار متعدم، حب الاتلاع خلاه يقرب باش يزيد يثبت، ويلقى جرة كاملة متعدم ماشية للكنال. وكي وصل بحذا الماء اكلاه فجعة صباحية عمره ما اكلاها في حياته. شاف طفلة عمرها قرابة 20 سنة، اشتر اللوطاني متاع بدنها غاطس في الماء، واشتر الفوقاني على حافة الكنال بحوايجها، لكن وجهها تقريبا ما ثماش، ما عاد فيه حتى شيء واضح أو باين، لا عينين لا خشم لا فم لا حتى شيء، الكل تخلط مع بعضه، والدم ولا سيد الموقف. الطفلة تقولش عليها واحد قعد يضرب فيها مديدة بآلة حادة على وجهها، فشخولها تفشيخ وفسخلها ملامحها بكل. هكا المواطن بقى جامد يتفرج في هكا المشهد الفظيع، ماهوش عارف شو باش يعمل، ومن بعد أعطاه على ساقيه باش يمشي يعلم الشرطة، لأنه ما كانش عنده تليفون. وأول محل عرضه اللي هو ريستوران ادخلوا وطلبهم من غادي. 902. في تواتر هالأحداث فريق من الشرطة العدلية متاع ليل ومعاهم طبيب شرعي تحولوا على عين المكان، والمعطيات الأولى تقول أنه الضحية تلقات برشا ضربات على وجهها. مبدئيا الضربات هذيك هي اللي كانت تسبب في الوفاة متاعها، وباقي حسب الطبيب الشرعي كان عندها آثار متاع خنق على رقبتها، وما ثم حتى شيء يدل أنها تعرضت لاغتصاب. لسبب بسيط، السروال اللي كانت لابسته فيه سبتة ومسكرة بالقداء. لكن الحاجة اللي ما فهموهاش فريق الشرطة العدلية هي الوضعية اللي كانت عليها الجثة، علاش اشتر بدنها في الماء واشتر لاخر البرة. الظاهر أنه مولى العملة ما لقاش الوقت باش يغطسها بكلها في الكنال، أو تفاجأ بحد متعدي وخاف لا يراه. المفيد أنه حسب الطبيب الشرعي وفي انتظار التشريح اللي باش يعطي معلومات أكثر دقة، الجريمة صارت ما بين 5 و6، والجثة وقع اكتشافها مع 8:30 متاع الصباح، في بلاصة ما فيهاش برشا ماشي وجاي، وقريبة من حي لومبرسار أرقى أحياء مدينة ليل. في هالمرحلة هذه السؤال المطروح، أشكوني هالفتاة المسكينة اللي القدر حطها في طريق وحش آدمي ما خلالها حتى فرصة وخصفلها شبابها. الشرطة ما لقات حتى شيء نجم يدلها على الهوية متاع الضحية، لا كان عندها سكما لستوش متاع أوراق ولا أوراق أصلا، ولا أثر زاد الهاتف جوال، هذا إذا كان عندها من أصله. والاستنتاج كان سهل بالنسبة ليهم، اللي قتلها هو اللي هز الملمة واللي ثم بعد ما فزدلها كما قلنا لكم الملامح متاع وجهها. وهكاك يصعب المهمة على الشرطة اللي في الحالات هذه ترجع البلاغات الاختفاء اللي يقوموا بها عائلات الأشخاص اللي يتفقدوا وما يرجعوش لديارهم، وهكاك لعل تتمكن من التعرف على القتيلة. وفي انتظار أنهم يثبتوا في هكا البلاغات لموا الأشياء الموجودة في محيط الجثة الكل،
لقاو برشا بانت متاع دخان، برشا منادل ورقية دي بابي مشواغ. بعثوهم الكل المعمل الجنائي باش يطلعوا منهم حامض نووي أديان، هذا إذا لقاوه، ومن غير ما نقولوا أنهم زادوا فلاوة كالبلاصة فليان وهزوا حتى عينات من هيك الدم اللي في القاعة. وبطبيعة الحال هذه من الأشياء ومن الأبجديات اللي ما ينجموش البوليسية يتغافلوا عليها. في تواتر الأحداث الشرطة جابوا أعوان من فرقة الغواصة دي زوم غرونوي، هبطوا لهاك الكنال وجبدوا اللي في قاعه الكل، وواحد منهم جبد كريك متاع كرهبة وقال لهم هذايا هو كريك جديد ماهوش مسدد بالكل، معناها ما عندوش برشا من اللي طايش في الماء، يمكن سويعات. هاك الأعوان اللي كانوا حاضرين قالوا ربما يكون هو أداة الجريمة، وفي جميع الحالات يلزم هاك الكريك هذاك يتفحص باش يقطعوا الشك. ولهنا المفتش اللي خذا الكريك من يدك الغواص في ساعة ما شاف أثار متاع دم، وبالوقت تسجل كقطعة إدانة بيسا كونفيكسيون، وبدات المعاينة متاعه على أساس أنه الدليل المادي الوحيد اللي نجم يوصل للجاني أو يدل عليه. في المرحلة هذه أول حاجة عرفوها هي الماركة متاع الكهرباء اللي جاي منها الكريكة ذاكا، النوعية رونو توينغو، والقاو عليه النيميرو تسيري متاعو واسم البلاد اللي تصنع فيها واللي هي تركيا. وما كانش صعيب عليهم بالكل باش يطلعوا عنوان المزود واللي قام بتوريدك الكريك هذوكم. المزود موجود في جهة ليون موش بعيد على مدينة أوساخ. ومع المعلومات هذه المعمل الجنائي انطلق في تحليل أثر الدم وفي البحث على الأديان متاع الجاني، لأنه إذا استعملك الكريك هذاك كأداة جريمة أكيد أنه خلى أثار، اللهم كان لابس غواندوات. وحتى في الحالة هذه ينجموا يلقاو حامض نووي. في مجريات الأحداث التشريح متاع الجثة أظهر أن الخنق ماهوش هو السبب متاع الوفاة كما قال الطبيب الشرعي اللي فحص الجثة وهي في الكنال. الضحية اتلقات برشا ضربات بآلة حادة على قبعتها وخاصة على وجهها. التشريح أكد أن أداة الجريمة هي الكريك، لأن الكسور اللي لقاوها في الجمجمة والجبين والفكين لمشوار خلاو أثار مطابقة للفورمات اللي موجودة في الكريك، وكان سهل برشا تحديد الطريقة اللي المجرم شد بها كالآلة هذيك، وعرفوا بأن جزء من الآلة هذيك سدد الضربات متاعو للضحية. التشريح ما أظهرش أي أثار متاع مشروبات كحولية أو مخدرات أو حبوب هلوسة، ولا لقاو زادة لا مسكنات لا في الدم ولا في البولة. السن متاع القتيلة حسب الطبيب الشرعي 18 سنة، وأكد اللي هي كانت في وعيها وقت اللي تقتلت، والقاتل فجأها يعني غدرها غدران، والدليل أنها ما تحمل حتى أثار متاع ضرب في ديها، ولو كان فاقت بيه راهي دافعت على روحها وعرضت يديها وكلات ضربات عليهم على زافومبرا. لهنا يقول القايل ثماش دليل مادي يعاون المفتشين على هم الزمان، على الأقل يعرفوا شكوني هالفتاة هذه اللي تسلبت حياتها بالوحشية هذيك. الدليل موجود، أشنو هالدليل؟ هو طابع تومبون، ما كان نوع اللي يستعملوه في باب لديسكوتيك يطبعوا بيها على يد كل واحد يسمحوا له بالدخول كي القمارة. والعادة هذه موجودة تقريبا في البواتات متاع العالم الكل، والطابع اللي عملوه على اليد فيه اسم الديسكوتيك هذيك، وفي قضية الحال القاو اسمها الديسكوتيك هذه واللي هو الفليب كلوب، من أشهر الملاهي الليلية في ليل، موجود في شارع غومبيتا بطبيعة الحال مش غامبطة متاعنا. والمعروف على الفليب هذا أو الفليوبيستيي أنه مكان يأموه خاصة الشبيبة اللي عمارهم من 18 ل 25. المحقين لهنا ولا عندهم خيط ثمين ينجموا ينطلقوا من خلاله في البحث.
93, T 902. في مجريات هالأحداث الشرطة مشاو طول للفليب كلوب، قابلوا المسؤول وطلبوا منه بطبيعة الحال التسجيلات متاع لي كاميرا دو سورفيونس، وبالتحديد الفترة اللي من نص الليل للأربعة متاع الصباح، معناها الوقت اللي تسكر فيه البواطة، على اعتبار أنه الضحية كانت غادي كنهار السبت في الليل، وأكيد باش يشوفوها وقتاش خرجت وباش يعقلوها بطبيعة الحال بالحواج اللي كانت لابستهم. الأعوان بقاو يثبتوا في كل جزئية، حتى لين شافوا هكا الطفلة هذيك في الشريط وهي خارجة من الفليب كلوب مع ماضي ثلاثة متاع الصباح وخارجة وحدها. المسؤول عايت للي سيرفور ولا لي فيدور وقال لهم تعرفوش هالطفلة هذي، هما بقاو يقلبوا فيها يثبتوا شيء ما عرفوهاش. قالوا له ماهيش من رواد البواطة ويمكن أول مرة تجي وإلا دخلت الغادي مرات قليلة. المفيد حتى واحد ما تمكن متعرف عليها، والحل هنا أنه الشرطة تبث نداء للشهاد، أنا بيلا تيموا في وسائل الإعلام، وفعلا وقع بثها نداء هذا على قناة فرانس تروا الجهوية يعني متاع مدينة ليل في نشرة الأخبار متاع العشية. النداء يقول أنه فتاة عمرها 18 سنة القاوها مقتولة بجنب الكنال متاع لادول قريب من حي لومبرزار، لابسة سروال جين أزرق مريو الأحمر وبوليرو أكحل يعني فيست قصيرة من غير يدين وفوق منه بلوزون كوير كحلة. الفتاة هذه طولها 1.60 متر من جنس أوروبي وشعرها شتان. هذم هما المعلومات اللي تعطاو في التلفزة واللي باش يرفعوا الغموض على هوية الضحية كيما باش تكتشفوه في بقية الأطوار متاع القضية. في تواتر هالأحداث هكا النشرة متاع الأخبار تعدات والتليفون عزق عند امرأة اسمها كارول في ضاحية تبعد أقل من 20 كيلومتر على ليل اسمها فريلانغون. المرأة هذه كلمها واحد من معارفها وقال لها يا أخي بنتك بحذاك؟ قالت له كليليا؟ لا ما هيش بحذايا. زاد اسألها وقال لها تفرجت في الأخبار؟ قالت له علاش؟ اش ثم جديد في الأخبار؟ قال لها راهو عملوا نداء على بنية عمرها 18 سنة القاوها مقتولة بحذا الكنال متاع الدول، وقالوا راهو عندها طابع في يدها متاع الفليب كلوب. المرأة المسكينة تفجعت وجهها صفار وقالت له اللي هي شيعتها بيدها من البارح الغادي، لكن طلع الصباح وما رجعتش، وحسب كلامها طلبتها ما لقات حتى جواب. ووقتها بينها وبين نفسها قالت بالكش بحذا صاحبتها جوستين. السيد اللي طلبها قال لها يا كارول ثبت خير لوج عليها اشكون يعرف على البلاء. هو علق من هنا وكالأم دخلت بعضها، وبدأت وقتها تفهم انه حاجة خطيرة صارت لبنتها. بدأت تطلب في الناس اللي تعرفهم الكل، العائلة، الاصحاب، زملائها في القراية، وخلف هذا تطلب فيها هي زادة، لكن شيء ديما تيح على الريبوندر. وفي اخر المطاف كلمة الشرطة Police secours. Allô ? في مجريات هالأحداث ووقت اللي كارول كلمت الشرطة قالوا لها لحظة وعداوها للمفتش المتكلف بالقضية. اسألها طول قال لها بنتك عندها بيرسينج في السرة متاعها؟ المقصود بالبيرسينج هكا البلوطة اللي حطوها خاصة الشباب في خشوماتهم في لساناتهم وإلا في السرة متاعهم. كارول الأم قالت له إيه عندها بيرسينج. قال لها شعرها شتا؟ قالت له إيه وعاملة ديماش حمر هكاكا باش تزين بيهم. البوليس وقتها قال لها تنجم تتفضل بحذانا غدوة يا مدام. ولهنا كارول الأم أهبط عليها حزن الدنيا، شدتها غصة وعينيها فاضت بالدموع، لكن باقي عندها أمل أنه مش بنتها، ربما واحد أخرى. في مجريات هالأحداث ونهار الاثنين الأم كارول مشات للمركز ووراوها الحوايج متاع كليليا، المراول، التيشارت، البلوزون. المسكينة عقلتهم وفحمت بالبكاء ومع لفمها كان بنتي بنتي بنتي.
في هالمرحلة هذه يلزمكم تعرفوا أنه اسم الضحية الكامل هو كليليا ميدينا، طالبة في المحاسبة الكونتابيليتي. وحسب أقوال الأم قالت أنه نهار السبت في الليل كما سبق وقلنا لكم مشيت للفليب كلوب، المحقين لهنا باش يعاودوا يرصفوا الأحداث بدقيقة بدقيقة انطلاقا من نهار السبت العشية. وبداوا بتبيعة بالأم، قالوا لها وقتاش ريتها آخر مرة بنتك؟ قالت لهم أنها هي ليلتها وصلتها وقبل ما يوصلوا للكلوب تعداوا هزوا صاحبتها اللي اسمها جوستين، وبنتها كليليا حركتها على خاطر خرجوا مخر من الدار. البوليس زاد اسئلها يا هل ترى سهرت هي وصاحبتها جوستين ولا فما شكون معاهم؟ قالت له لا معاهم شلة متاع اصحاب. وحسب قوالها وقت اللي خلتوا القاهم يستناو فيها قدام الباب متاع الفليب كلوب. الام كارول قالت لبنتها كليليا تحبش من بعد نروح بيكم، جوست اعمل لي ابيل. بنتها قالت لها لا باش يروح بيا جوليان. جوليان هذا يلزمنا نعرفه. في تواتر هالابحاث يلزمكم تعرفوا انه جوليان هو صاحب كليليان الضحيه او ليكس متاعها، معناها صاحبها القديم. قعدوا مع بعضهم عام ومن بعد العلاقه متاعهم فزدت، لكن بقاو يشوفوا بعضهم يعني باقي صحاب. المفتش قال لها قداش عندهم اللي قصوا العلاقه متاعهم؟ الاجابه متاعها 6 اشهر. قال لها تعرفش علاش؟ قالت له لا ما قالت ليش. اسألها على جوليان هذا قداش عمره؟ قالت له 19 سنة، ومن المفروض هو اللي باش يروح بها. هذا حسب اللي قالته لها بنتها قدام الفليب كلوب قبل ما تمشي. في المرحلة هذه من القضية، وبما أنه الشرطة ولات تعرف بالتدقيق وقتاش كليليا خرجت من البواطة وبالتحديد مع ماضي 3:30، طلبت المشغل متاع الهاتف الجوال اللي كانت تتعامل معاها الضحية باش هكاكة تتحصل الشرطة على كشف المكالمات اللي جاوها فك الوقت ذاك. وفعلا آخر مكالمة عملتها كليليا كانت مع جوليان وقدامك البواطة متاع الفليبوستيي، وبعدها توقفت المكالمات، يعني احتمال كبير انه اخر واحد شافها وهي حية. وبالتالي الشرطة بعثت له استدعاء على اعتبار انه عنصر مهم في القضية وينجم يدلي بشهادة ثمينة تنجمش توصلهم للحقيقة. في هالمرحلة هذه من القضية جوليان تم جلبه لمركز الشرطة وحكى معاه واحد من المفتشين. وحسب قواله كليليا طلبته باش يجي يروح بها، وهذاك هو اللي صار. القاها تستنى فيه في البواطة هي وصاحبتها جوستين اللي شيحها هي الأولى وخلطت لدارهم مع الأربعة ودرجين متاع الصباح. من بعد شايع كليليا اللي حسب قواله وصلت لأربعة ونص وروح على روحه، سكر البورتابل باش ما يقلقوا حتى حد وينجم يرقد. المفتش قعد كاشخ في هالطفل هذا، يا اخي هذيك حد نيته والا يتبهلل، شنو هالغباء الكل؟ كيفاش يقول اللي هو شيحها للدار والطفله تقتلت في بلاصه بعيده على دارهم وبنفس الحوايج اللي خرجت بيهم؟ معناها دارهم عتبتهاش بالكل. ولهنا البوليسيه تلزوا باش يحكيوا معاه بالفلاقي، وعلموه انه كليليا ماتت مقتوله وبطريقه فظيعه، وانه المجرم حاول باش يغرقها في كالادول. أعطاوها بكل تدقيق الحالة متاع الجثة وهو ما تحركت له حتى شعرة ولا ظهر عليه حتى إحساس، لا تنهيدة ولا دنكيسة متاع راس ولا عينين. قالوا له هاو قلبك حجر يا أخي ما حسيت عليها حتى شيء؟ مش كانت صاحبتك؟ قالوا له صحيح، أما كل شيء وفا ما بيناتنا. ووقتها قروا باش يحطوه في الإيقاف التحفظي في انتظار ما سيضفي إليه التحقيق. وباش يختموها معاه زادوا سألوه يا هل ترى جاء للمركز بالكهرباء متاعه وإلا لا؟ قالوا لهم هي جيت بالكهرباء متاعي. ويني؟ قالوا لي هاي قدام المركز، جاوبهم. ووقتها خرجوا معاه باش يوريها لهم أناهي منهم. قالوا لهم هايك هاك الرنوت وينجو لقري. السيد طلع عنده رنوت وينجو، ووقتها تفكروا هكا الكريك، ترى
إجا حللنا المال، قالوا له خلينا نشوفه. حللهم هكا المال وفي ساعة ما سطعتهم ريحة الجافيل، ريحة شق الراس متاع واحد نظف كرهبته وتنظيف متاع حراير. قالوا له ظهر فيك مزلت كي نظفتها يا أخي، تبزعت لك فيها حاجة؟ قالوا لهم لا، أنا ديما ننظف وموسوس الله غالب، الجافيل ما يختنيش ديما معايا. أيا به مادام الجافيل ديما معاك، قالوا له أكيد راو الكريك زادة ديما معاك ما يختكش، نجم تعطينا الكريك؟ قالوا له مش بيه. قالوا له تيهات الكريك الساعة وتو نحكيه. جوليان حل المال متاع الكهرباء وبدا يفركس. الأمنيين لاحظوا أنه البلاصة متاع الكريك موجودة لكن هو ما فماش. وينه الكريك؟ قالوا له الإجابة متاعه ما نعرفش، الكهرباء شريتها أوكازيون وما جاتش البالي باش نتفقد فيها كريك ولا لا. قداش عندك من اللي شريتها؟ قالوا لهم 10 أيام. الطفل هذا غريب الأطوار، لأنه كل ما يسألوه كل ما يزيد يغرق روحه، وهما ملي كانوا باش يوقفوه على شبهة كهو ولات عندهم قراين جديدة. نفس الكهرباء، الكريك واللي هو أداة جريمة في القضية هذه مفقود، مع أقواله السابقة واللي مضطربة في الأوقات، الطفل ولا في النازعات غرقا وسلاك الواحلين ما يفكوش منها. في تواتر هالأبحاث المحققين جابوا جماعة المعمل الجنائي وفلاو هكا الكهرباء فليان واستعملوا هكا المادة اللي ديما نحكيو لكم عليها واللي هي اليومينول، والخاصية متاعو أنه يظهر أقل بقعة متاع دم موجودة في بلاصة حتى لو كانت نظفت بأعتى مواد التنظيف. وفعلا لقاو زوز بقايا على البواني متاع الباب والسانتور دو سيكوريتي من شيرة السائق، لكن التحليل أثبت أنهم ما همش الدم متاع كليليا، وبالتالي الدليل المادي الوحيد واللي هو الدم حجته تحت في الماء. لكن بما أنه جوليان يقول ما نعرفش يا لندرا الكهرباء اللي شريها فيها كريك ولا لا، حتى حد ما ينجم يثبت أنه هو المجرم بصفة قطعية، وهكا الشك الضئيل يكفي باش يبعدوا على الإدانة. في مجريات هالأبحاث الإشكال بالنسبة للبوليسية أنه جوليان هذا عنده سمعة زي الفل كما يقولوا، ووقت اللي الشرطة عملوا أنكيت دو فوازيناج العباد الكل قالوا لهم راهو طفل رائع متربي شهلول لطيف ويعاون الناس الكل وديما بشوش شيك وسمباتيك، وعلى فكرة كان كوارجي يترانا في ليل وما عندوش سوابق عدلية. لكن هالصورة هذه متاع الملاك الطاهر ما تجدش على الحاكم، عداوه كمام للوقوف في انتظار استكمال البحث والمحاكمة. في هالمرحلة هذه من القضية والنهار بعد هكا الجريمة، مواطنة متعدية بحض الكنال لقات سيرفيات بكلها دم في البلاصة اللي قتلت فيها كليليا، وثبت بعد التحاليل أنه دم متاع واحد اسمه رشيد عمره 23 سنة وعنده سوابق عدلية ما بين تحايل وسرقة موصوفة واعتداء جنسي على قاصر، معناها قفة القضايا متاع الفرادي مليانة. باختصار عملوا عليه مداهمة وشدوا، وفي الاستنطاق قالوا له شنو حكاية دمك اللي موجود في ساحة الجريمة؟ قالوا لهم كرهبتي تحت أمبان بجنبك الكانال وهبطت باش نصلحها، وهاو كأنا نفارع بالتورنوفيس ضربت كفي بيدي، الدم حبش يكف، امسحته بك السيرفيات هذيك وطيشتها ما رديتش بالي. قالوا له تعرفش كليليا ميدينا؟ قالوا لهم ايه نعرفها، ساعات تجي للبواطة متاع الفليب كلوب. المحققين القاو رواحهم قدام متهم كامل المعالم ينجم يكون هو القاتل متاع كليليا. جوليان كي سمع هالخبر افرح، قال هاو جا شكون باش يهز عليا النازله، لكن الفرحه ما تمت. سير شيد هذا وقت اللي صارت الجريمه يعني نهار السبت في الليل كان في الجزائر، وكرهبته من نوع فورد وفيها الكريك متاعها، ولهنا وفي غياب دليل إدانة واضح القضية رجعت للنقطة صفر.
في مجريات هالأحداث اتعدوا شهرين، اثنين، ثلاثة، ستة عام ولا جديدة يذكر، لدرجة أنه المحامي بتاع جوليان اتلب اطلاق سراحه لعدم توفر الأدلة. وهذاك هو اللي صار، جوليان اتصيب ولا حر طليق. وفي الأثناء هكا التحاليل متاع الأشياء اللي يلقاوها في محيط الجريمة كيما لي بابي مشوار كملت خذات برشا وقت، لأنه تحاليل الحامض النووي في هكا الوقت ما هيش كيما توا لف. لكن خلف الأديان متاع كليليا في ساحة الجريمة لقاو أديان واحد آخر متاع واحد اسمه كريم، عمره 25، ونهارة السبت بالذات الليلة المشهودة عمل عركة مع دارهم قبل ما يمشي لك البواتا الفليب كلوب، والناس الكل في بالهم بها العركة هذيك. الشرطة استدعاوه واستنطقوه، وهو قال أنه نهارة السبت هز ولده باش يلعب معاه الكورة بحذا الكنال واللي استعمل فيه البابي مشوار وطيشه غادي من غير ما ينتبه. كريم هذا كان عنده عذر أليبي صحيح، مشى مع ولده بحذا صاحبه في حي بعيد على مكان الجريمة، والكلام متاعو دعم برشا شهادات متاع ناس شافوه وقعدوا معاه. في نهاية الأمر كريم خرج من قائمة المشبوه فيهم. أشكون بقى؟ بطبيعة الحال جوليان اللي ما ثم حتى دليل مادي ضده، واللي ناس الكل يقولوا عاقل، وكما تعرفوا المثل متاعنا يقول أنه العاقل في البقر نطاح. في مجريات هالأبحاث الشرطة حبت تتأكد وتاخذ فكرة على العقولية متاع سي جوليان هذا، ورجعت للشهادات متاع المقربين واللي منهم جوستين. شهادات متاع عامل تالي، يعني من ليلة وقوع الجريمة. جوستين في هكا الوقت وفي استنطاقها ما صرحتش بحاجة كبيرة، قالت أنه جوليان ليلتها شيحها للدار هي الأولى وكمل ثنية متاعه مع كليليا، ما عطاتش تفاصيل. لكن المرة هذه كعاودوا عيطولها البوليسية كيف اللي رجع لها شاهد العقل وحكيت على اللي صار في الكرهبة بالضبط ليلة المرواح. قالت أنه صارت عركة كبيرة ما بين جوليان والضحية كليليا، دارت فيها كفوف وبونيا وسبان وغيرهم، وجوليان خرج من سينته ولا يسيح كالمهبول وهدد أنه يدخل بالكرهبة في حيط وشعر العملها. سألوها شنو السبب متاع العركة، قالت لهم فما واحدة اسمها بريسيلا بعثت SMS لكليليا تقول لها فيه أنها ولات تخرج مع صاحبها ليكس متاعها، يعني مع جوليان، وبتبيع ما بعثت لها كالSMS هذاك إلا باش تحمسها وتخليها تغزل كما يعملوا بنات توا. الشرطة زادوا سألوا جوستين صاحبة الضحية كليليا على جوليان، قالوا لها تأيد الكلمات متاع الناس أنه جوليان وليد عاقل وتحفون؟ قالت لهم يستحيل، راهو مقربع وفي ساعة ما تطلع له الكلبة بنت الكلب ونرفوزي برشا وعلى درجة كبيرة من العنف. قالوا لها مالا كيفاش أم وبو الضحية كليليا عاقدين فيه النوارة وما قالوا عليه كان الكلام الباهي؟ قالت لهم أنا نقول لكم أنا نعرفه. في هالمرحلة هذه وبعد الاستقصاء على جوليان، الحاكمة متاع التحقيق عاودت عيدت الأم وبوه وقالت لهم ما زلتوا شادين صحيح في كلامكم أنه جوليان طفل باهي وعاقل؟ هما سكتوا وقعدوا يخموا، ومن بعد تفكروا حادثة صارت. قالوا أنه في الصيف مشاو للكومبينج ومعاهم كليليا، وبالطبيعة جوليان خلط عليهم وأكدوا اللي هو عمل عركتين على الأقل، مرة وقت اللي الماتر ناجور ما خلاهش يدخل للبيسين من غير بادش ووقت هاج وماج وكسر الدنيا الكل، ومرة ضحكوا عليه جماعة في نفس الكومبينج وقالوا له يا عربي، وبتبيع لهنا يقصدوا بها سبة. ووقتها مشال الجيتون متاع عائلة كليليا جاب سكينة ورجع لهك جماعة وما فكوه كان بسيدي وسيدك. ولهنا حاكمة التحقيق طلبت معاينة نفسانية، طلبت اكسبرتيز بسيكياتريك، والنتيجة متاع الأخصائيين قالوا أنه جوليان هذا ميال للعنف وعنده اندفاع وفي نفس الوقت عدم نضج، امبولسيفيتي وإيماتوريتي،
معناها كي ينفع اللي واللي خارج على السيطرة. في تواتر الأبحاث الكشوفات متاع المكالمات الهاتفية متاع جوليان وكليليا تثبت أنهم ليلة وقوع الجريمة وحتى للخمسة متاع الصباح كانوا مع بعضهم، والتليفونات متاعهم تنقلوا بصفة موازية ورصدتهم نفس المحطات متاع الالتقاط لمام بورن. وبالتالي جوليان يكذب وقت اللي قال أنه وصلها للدار لاربعة ونص متاع الصباح، وما بعد روح وسكر تليفونه. البورتابل متاع كليليا ليلتها قسم على الخمسة ودارجين، ما بقات كان الميساجوري متاعو تخدم، وأكيد راهي وقتها تقتلت والمجرم سكر لها التليفون متاعها. ولهناك نقولوا المجرم يعني جوليان اللي في الوقت هذاك كلم صاحبته جديدة بريسيلا باش يقول لها ساي راهي كليليا قصيت لها تسكرة وبعثتها للدنيا الأخرى. في مجريات هالقضية المحققين افترضوا أنه ليلة الواقعة جوليان شيع جوستين صاحبة كليليا لدارهم، ومن بعد واصل هو وياها العركة. وبما أنه كان عنيف كما سبق وقلنا لكم وحسب الشهادات متاع الناس اخنقها ومشى في باله أنها ماتت، لكن كي تفطن اللي هي مازالت تتنفس اتخلى عليها بهكا الكريك وصار فيها مسار، فشخلها راسها لحد الطمس التام للملامح متاع وجهها. من بعد حب يغرقها في هكا الكنال ويمكن شي يسمع حثلة ولا حس متاع كرهبة، خاف وخليها غادي اشطر بدنها في الماء واشطر الاخر على الحافة، هز كرهبته وهرب. وبطبيعة الحال اغسلها بالجافيل ونظفها. جوليان ما هوش بش يستعرف بالشي هذا، رغم الاستنطاقات المتكررة شد صحيح انه بريء وخطيه. وكي بدات المحاكمة في جوان 2011 امثل امام المحكمة في حالة صراح، ووكل واحد من الجهاب ذا متاع المحامات أشهر من نار على علم ماتر إيريك ديوبون موريتي اللي تمكن من إقناع القاضي بتأجيل المحاكمة. وعلى فكرة نهارتها لحمت ما بين الزوز عائلات، يعني عائلة الضحية كليليا وعائلة جوليان، دارت فيها بونيا ومشتة، ولو كان عندهم سلاح راي طاحت فيها الأرواح. في تواتر الأحداث متاع المحاكمة وفي ماي 2012 جوليان والمحامي متاعو ركبهم الغرور ولاو يحكيو بعشرة وافي، لكن اللي ما كانوش قارين له حساب هي شهادة ثمينة استظهر بها النائب العام. هالشهادة هذه باش تجي على لسان بريسيلا صاحبة جوليان جديدة. بريسيلا حضرت في المحكمة وهي نادمة وعندها شعور بالذنب وتعتبر نفسها مسؤولة على اللي صار لكليليا، على خاطر هكا الاسماس اللي بعثته لها تحمس بيها فيه. ولهنا وقت اللي رئيس المحكمة سألها تعتقدش أنه جوليان قادر على قتل كليليا؟ قالت له مش قادر على قتل كليليا برك، يقتلنا احنا الكل، وانا متأكدة واكثر متأكدة أنه هو المجرم، واذا ما قلتش الكلام هذا قبل السبب أني كنت خايفة منه. وزادت أكدت للمحكمة وقالت لهم ما تعرفوهش قداش شرير. Dans le procès de Julien Sailly, le meurtrier présumé de Clélia, l'avocat général a rendu ses réquisitions cet après-midi et demande 20 ans de réclusion criminelle. Le verdict est attendu dans les prochaines heures. في نهاية القضية الشهادة متاع بريسيليا صاحبة جوليان جديدة هي اللي غرقته، والقاضي حكم عليه بعشرين سنة حبس، وعائلته ترزات في هكا الملايين اللي دفعوهم للماتر ديبون موريتي، مش لو كان خلاوهم يهزولوا بها القفة كل جماعة خير. لهنا قضية اليوم فات وما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في حلقة جديدة من نهج التريبيونال، تسمعوها كل يوم من الاثنين للجمعة في نفس التوقيت على EFM أحلى راديو. نهج التريبيونال، قضية اليوم نص عماد بن حميدة على EFM.